والله حاليا احنا هذا الشيء نهائيا ما موجود، وهاي اشاعات مغرضه، وبارك الله بيد يشتغل عمار وامن وامان والحمد لله شكر. فهذه دعايات مغرضه ما لها اي وجود نهائيا. طبعا هاي الحملات هي حملات تسقيط السيد محمد الشاع السوداني، الرجل حال استلام مهام الحكومه، وواضح شغله على ارض الواقع، واضح حمله المشاريع اللي يقوم بها، واكيد هاي الحملات هي حملات لتسقيط ولتقليل من شان عمل الحكومه. طبعا هذا سببها انه يعني ماكو رقابه مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا تم القاء القبض على هاي الاشخاص اللي جاي يسرب هاي المعلومات وجاي تدخل بمداخل السيد الرئيس الوزراء السوداني، اللي هو انسان نزيه، لانه نزيه حاربته هاي الجهات المعنيه، وان شاء الله يسقطون. أهلا بكم. إذا وضعت أموالك في الأمانات الضريبية فاحذر من سرقة زهير، وإذا دخلت في الأروقة الحكومية فتجنب شبكة جوحي، أما إذا كنت رئيسا لهيئة النزاهة فأنت ضحية. مشهد يغلي على نار المعلومات والإشاعات وما يرافق الاثنين من تحقيقات ونفوذ وابتزاز. منصات إعلامية وافتراضية تحولت لحرب بالتصريحات وتراشق الاتهامات، ولا أحد يعلم أين الحقيقة. قرارات قد تغير المسارات إذا انطلقت، إذا ما رضخت. مساومات وتهديدات خرجت من الغرف المغلقة إلى العلن. فهل ستغلق القضايا؟ ويضحك المتهم على الشهود وكل الأدلة والإدانات، أم أن القانون سيفرض على الكبير قبل الصغير، وصرخات القاضي حنون ستكون أقوى وقعا من هيمنة ابن زهير. أما جوحي فما زال الأمر قيد التحقيق، ولا نعلم هل سنتفاجأ بالحقيقة أم سنصدم بالواقع، وكلاهما سيؤثران على مجرى الأحداث في قادم الأيام. أهلا بكم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. إذن حلقة اليوم ستكون مخصصة حول ملف شبكة التجسس وسرقة القرن بعد اجتماع الإطار التنسيقي وتصريحات رئيس هيئة النزاهة. إذن أرحب بضيوفي في الاستوديو، الباحث في الشأن السياسي الأستاذ عائد الهلالي، مرحبا بحضرتك. حفظك استاذ محمد. أهلا بجنابك. والباحث في الشأن السياسي الأستاذ أحمد عدنان، مرحبا بجنابك. أستاذ عائد، أبدأ مع حضرتك. الإطار التنسيقي استمع لملخص ما تم تداوله من خروقات من بعض موظفي مكتب سيد رئيس الوزراء والأحداث الأخيرة. نعم. نبدأ بالمعلومات المتوفرة لديك، حسب ما وصلني أنه توجد معلومات مفصلة عن جنابك، نسمعها حتى نبدأ حديثنا بالحلقة. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لكم أخي العزيز والضيف الكريم ولقناتكم الموقرة المشاهدي الأعزاء. المعلومات التي تتحدث عن أنه هنالك شبكة تجسس داخل مكتب رئيس الوزراء، أعتقد هذه يعني معلومة كبيرة جدا. عندما نتحدث عن شبكة تجسس فنتحدث عن لربما دول ضالعة في هذا الموضوع، ونتحدث عن أفراد عديدين في هذا الجانب. إلى الآن لا يوجد هنالك لربما
حتى أقل من 5 معتقلين الآن أو موقوفين على ذمة التحقيق. لا توجد معلومة دقيقة للتنوين، لا توجد معلومة دقيقة. كل ما أثير من معلومات حول أنه هذا الشخص قام بالتنصت، يعني التنصت تحتاج إلى منظومة متخصصة في قضية التنصت، التجسس يحتاج لمنظومة يعني تقنية عالية ويحتاج إلى شخصيات تقنية بهذا الموضوع. أما أن نطلق عليها شبكة، لا، ما أعتقد أنه هي شبكة، لربما شخص أراد أن يتصرف بدوافع بنوازع فردية شخصية غيره، هذا اللي حصل. هنالك جهات لربما استساغت الموضوع وبدأت تأخذ الموضوع مأخذ آخر، وبدأ الموضوع يأخذ منحنى لربما يعني أثيرت حوله الكثير أو أثير حوله الكثير من اللغط. الهدف الأساسي، وهذه معلومة دقيقة جدا وأتحدى أي جهة كانت موجودة أن تعطي معلومات دقيقة حول ما قام به السيد محمد جوحة غير الرسائل التي بعثها، وهي رسائل أعتقد أنه لا ترتقي لا تنصتا ولا تجسسا. يعني كل المعلومات والتصريحات اللي يقولها النواب وغيره عن وجود شبكة ما لها صحة كلها؟ لا ماكو شبكة سيد الكريم. احنا منقول شبكة يعني مجموعة كبيرة. طيب خلي ينطوني فثلاث أسماء، أريد أنا اليوم من النواب، من السياسيين، من قادة الكتل السياسية أن يصرح بثلاث أسماء الآن موجودين لدى القضاء متهمين بقضية محمد جوحي. السيد محمد جوحي اليوم تحت التحقيق. نعم. من الممكن أن يكون قد يدلي باعترافات كبيرة. نعم. شنو موقفنا إذا بصرح نسمع أسماء؟ هذا الكلام الصحيح. إذن علينا أن ننتظر ما سوف يخرج من القضاء وما سوف يصرح به القضاء، ونحن نكون كل التقدير والاحترام إلى قضاءنا الذي وقف مواقف مشرفة، خصوصا في الفترة الأخيرة هنالك قرارات اتخذت ضد جهات سياسية نافذة وقوية جدا لم يعبأ بها القضاء، طالما أنه يستطيع أن يحافظ على الدولة العراقية والمصالح العامة للدولة العراقية. فبالتالي هسه الآن جاي تسبق التحقيقات وتقول ماكو شبكة وتنفي. نعم. زين أنا أقول إذا ثبت العكس إنه راح يكون. لا إحنا مو مسألة ثبت العكس، إحنا لدينا معلومات دقيقة جدا. يعني أنا أدري عندك معلومات. نعم. دقيقة جدا. نعم. وأدري مصادر معلوماتك مين، لكن. نعم. لكن اليوم حتى السيد رئيس الوزراء قال ننتظر التحقيقات ونشوف. نعم 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 علينا، يعني لطالما إنه رأس الهرم في الدولة العراقية يتحدث بهذه الثقة ويقول ننتظر القضاء وما سوف يسفر عن القضاء. يا سيد الكريم، هنالك أمور لربما أرعبت وأقضت مضاجع بعض قيادات الكتل السياسية، هنالك مشاريع وبرامج، وهنالك حالة من يعني التصاعد المضطرد في قضية التنمية وفي قضية استهداف الفساد والفاسدين، هنالك مشاريع كبيرة جدا قامت بها الحكومة العراقية قوضت مساحات الكتل السياسية. قبل فترة احنا كنا حقيقة، هذا أريد أذكر هذا الموضوع، أرجو أن تعطيني بعض الوقت. تفضل. قبل لربما 5 أو 6 أيام كنا في موقع الثرثار. نعم. وكما تعلمون أن العراق يمر بشحة مائية كبيرة جدا نتيجة عدم الإطلاقات من الجانب التركي، نتيجة الاحتباس الحراري، نتيجة عدم وجود أمطار كافية، وذهبت الحكومة العراقية ومن خلال كوادر وزارة الموارد المائية لها كل التقدير والاحترام بابتكار طريقة من الممكن أن تستفيد من كميات الماء الميت الموجود في منخفض الثرثار، واللي تقدر ب 45 مليار متر مكعب. هذه الكميات الآن تم وضع ونصب مضخات عملاقة وكبيرة جدا من أجل معالجة قضية. بس عفوا، من أجل معالجة قضية اليوم. إيه واضح. اليوم عندما تقوم الحكومة بهذه الأعمال وتستهدف كل مفاصل الحياة بالدولة العراقية، واللي هو ما حصل لا في أي حكومة سابقة، بكل تأكيد سوف تستهدف بمحمد جوحي، بنور زهير، بفلان، وهي كل يا أخي ليش تنطي الحكومة الفرصة للمتصيدين بالمال عكر على ما تقول؟ اليوم جوحي يعني يصف باليد اليمنى للسيد محمد الشاعر السوداني، شلون تقدر تقنع الشارع؟ نعم. أنه السيد رئيس الوزراء مو على علم بكل ما تصرف به محمد جوحي؟ يعني أنا أريد أتحدث بموضوع وأقول، هل السيد محمد جوحي أو الأخ محمد جوحي أو المتهم محمد جوحي يمتلك من الحنكة والدراية السياسية والإحاطة بشكل كبير جدا بحيث يكون الذراع اليمنى للسيد السوداني،
أو أن السيد السودان قد وظف هذا، يعني هل يتصاغر السيد السودان جل الاحترام وتقدير له يتصاغر إلى أن يستخدم شخص بعيد لربما أو لربما يسبب المشاكل نعم. وشخص أثيرت حولها علامات استفهام وهو ينتمي إلى عائلة الجوحي، يعني من رائد جوحي، يعني من الممكن إذا تم ويعرف كل زين إذا كلف هذا الشخص لربما أن يعبر معلومات إلى رائد جوحي. شون اللي موازيه جيبه وخلي ابن لا ما هو جايبه من لا موجود من زمن الكاظم موجود داخل داخل مكتب رئيس وزراء مقرب رئيس وين موجود بأمر رئيس وزراء وين موجود وين موجود مدير عام وين موجود وين موجود وين موجود مو مكتب رئيس الوزراء. احنا عندما نتحدث عن مكتب رئيس الوزراء وكأنها غرفة بها خمسة، لا مكتب رئيس الوزراء نتحدث عن المكتب العسكري، المكتب الخاص، المكتب الإعلامي، مكاتب كبيرة جدا الخضراء كلها المكتب رئيس الوزراء. يعني هل من المعقول أن رئيس الوزراء عند القدرة على أن يتجسس أو يعرف أو لديه القدرة على معرفة كل الأشخاص اللي موجودين نفسياتهم توجهاتهم؟ جيد جيد إذا تسمح لي أستاذ أحمد أعيد ترحب بحضرتك. شنو رأيك بالكلام اللي تفضل به سيد عادل الهلالي؟ طلعت الحكومة هي المستهدفة وماكو لا شبكة تجسس ولا ومحمد جوحي هو موجود من زمان. بداية تحية طيبة لحضرتك ولأستاذ عاهد. يعني صراحة أنا أتفق ببعض ما قال الأستاذ جاهد، لكن أنا يعني أنتهي يعني أبدي من حيث ما انتهيت حضرتك. شنو السبب اللي خلى رئيس وزراء اليوم يعني رئيس الوزراء العراقي اليوم السيد السوداني شخصية ناجحة وهو من مخرجات الإطار وقوى الإطار جميعها تحملت المسؤولية في تصدي يعني السيد السوداني والسوداني هو جزء من الإطار. بالنتيجة نقول ما هي الضغوط التي مورست أو ما هي الغاية التي استدعت من السيد السوداني أن يتعامل مع هكذا شخصيات؟ هذا السؤال الأول، هاي الإشكالية الأولى. الإشكالية الثانية أخي العزيز، يعني قبل مدة مو بعيدة السيد السوداني أوقف محمد جوحي عن العمل 3 أشهر بسبب عقوبة. زين. محمد جوحي وصلت معلومة إلى رئيس الوزراء من أحد المدراء العامين في أمانة بغداد أنه يبتز علنا صراحة يبتز هذا المدير العام. دز رئيس الوزراء على محمد جوحي وعلى هذا الشخص وانفتح تحقيق بالقضية. لما انفتح تحقيق رئيس الوزراء تيقن وتأكد وثبت له بالتحقيق أن محمد جوحي كان يبتز هذا المدير العام. المدير العام كوفئ وأصبح وكيل وزير ومعروف والحادثة معروفة، ومحمد جوحي توقف عن العمل 3 أشهر كعقوبة. رئيس الوزراء وقف عن العمل. زين. شنو يعني الغاية، شنو الضرورة القصوى بهذا الشخص؟ رجع إن عاد بكتاب تكليف أراده مديرا عاما لولا اعتراض إحدى الشخصيات السوداني. طبعا السيد السوداني عين محمد جوحي كمدير عام، لكن حصلت هناك اعتراضات من بعض القوى السياسية، من بعض القادة في مكتب رئيس الوزراء صارت هناك اعتراضات، فكلف بمنصب معاون مدير عام في مكتب رئيس الوزراء. شنو السر احنا اليوم اللي نسأل محمد جوحي هذا الشخص المميز اللي نسأل النادر. احنا اللي نسأل نقول هذا محمد جوحي شخص من نتاج الابتزاز، من نتاج تشرين، من النتاج الذي وقف وأحرق وأوقف الحياة وأراد جر البلاد إلى الويلات. اليوم آني أجيبه وأنطي صلاحيات كاملة تامة في مكتب رئيس الوزراء. الغرض من عدها هو شنو؟ محمد جوحي معلومات دقيقة وصلت إلى رئيس الوزراء. يا رئيس الوزراء، يا سيد محمد الشياع السوداني، نحن قاتلنا ودافعنا دفاعا مستميتا في سبيل إنجاحك، لم نتعرض لك يوما، لكن عندما يكون هناك خلل نشخص الخلل، نقول هنا خلل حدث. محمد جوحي ثبت أنه يهدد أصحاب الصيرفات بالكرادة وبالعرصات مثبتة، ووصلت إلى هيئة النزاهة وإلى مكتب رئيس الوزراء هذه المعلومات، وأي إجراء بهذا الخصوص ما حصل. ونفسهم أهل الصيرفات كتبوا مطالعة إلى رئيس الوزراء بأكثر من مرة. أسألك، هل السيد السوداني على علم بما يفعله محمد جوحي؟ أنا ما أعرف، أنا مو مكتب السيد السوداني. يعني احنا اليوم نطرح هاي التساؤلات، احنا نقول
يا جناب رئيس الوزراء، اليوم هاي القضية احنا نعم. يعني ما من الممكن أن نتهم السيد محمد الشياع السوداني بقضية جيد. تجسس، قضية مراقبة. احنا نقول اليوم حدثت هذه الحادثة جيد. واليوم محمد جوحي لدى القضاء، ننتظر التحقيقات. سيد رئيس الوزراء اليوم أعلن صراحة أنه مع إجراءات القضاء وننتظر التحقيق، لكن احنا إشكالنا وين؟ مثل ما قلت لحضرتك، اليوم هذا الإنسان أنا أعرف به فد شخصية ملوثة، شخصية لا تستحق أن تكون في أي مفصل. شنو اللي يجبرني عليه؟ شنو اللي يجبرني من زين. كفاءات العراق اللي عددهم 40 زين. مليون أجيب هاي إذا تسمح لي. ينضم معنا القيادي في حركة امتداد الأستاذ مسعد الراجحي، ورحب بحضرتك. تحية واحترام. أستاذ مسعد، يعني اليوم السؤال اللي يطرح، يعني تشرين شو مسوية محمد جوحي ورائد جوحي؟ يعني زين، هذا اللي تصدر بمشهد أحداث تشرين، تسنى مكتب مصطفى الكاظمي، واليوم محمد جوحي داخل مكتب محمد الشيعة السوداني، ابتزاز، تهم، شبكات تجسس وغيرها. شنو رأيكم بهالمخرجات اللي خرجت من تشرين؟ فضل. تحية واحترام لك وللجميع المشاهدين. في البدء أقول بأن دائما حكومة المحاصصة هي حكومة متعثرة ولا يمكن أن تأتي بخير للعراقيين، وهذا ما شهدناه على طوال عقدين من الزمن. فلا يمكن لأحد من أصوات أحزاب المحاصصة أن ينقد تشرين، الثورة العظيمة التي ضحت بدماء الشباب والتي أسمتها المرجعية الرشيدة بأنهم أبنائنا وشهدائنا، أن يتجاوز ويتطاول على شهداء العراق. هذا واحد، كل شهداء العراق عندنا ذات قيمة عليا. الشيء الثاني، حكومة المحاصصة دائما فاشلة لأنها لا تبتعث إلى رجال الكفاءات وإلى الشخصيات الوطنية التي قادرة على إدارة مسارات الدولة وإنقاذها وإيصالها إلى بر الأمان. لذلك التبجح دائما، هناك من يمدح ومن يحاول أن يتلفلف تحت أجنحة أحزاب السلطة من أجل أن يكون قريبا من مراكز القرار، ولكن أي قرار؟ ذلك القرار الذي دائما ما تنهش به العصابات، التي أطلق عليها في أحد اللقاءات السيد حيدر العبادي بأنها مجموعة عصابات، وفعلا هو كان دقيق في هذا الوصف بما يمكن توصيفه بسياسة المحاصصة. لذلك حينما تجد بأن هناك مكتب لرئاسة الوزراء منذ عام 2021 ولغاية الآن هناك فيه خلية لا يمكن أن نسميها تجسس، لأننا لم نرى من الحكومة أي إجراءات رادعة باتجاه الفساد، على عكس من ذلك هناك استفحال لحالة الفساد، بل مضاربات أصبحت في كل مجالات ومؤسسات الدولة. هذا يدل بأن هذه المؤشر هو مؤشر ابتزاز، الدليل بأن الطغمة التي تستولي على إدارة الدولة بفعل أقلية الأقلية وبفعل النسبة العددية القليلة اللي تجرى في الانتخابات، هي لا يمكن أن تكون غير ملهات باتجاه الاستثمارات. استاذ مسعد، هذا الكلام كلام عام، خلينا نتحدث بالاسماء اللي ذكرناها، والبعض اليوم يقول هذا نتاج تشرين. اللي يقول نتاج تشرين هذا يعني محدود التفكير بصراحه، لانه لا ينظر الى المساحه الوطنيه. ثوره تشرين العظيمه انطلقت في اكثر من 9 محافظات، لم تنطلق في مكان محدد ولم تكن بمطالب محدوده، على العكس كانت هناك مطالب وطنية واضحة، وكان هناك تحير من قبل أحزاب السلطة وخوف في الأيام الأولى قبل أن تقوم تلك الأحزاب بعملية اختراق لتلك الساحات. وتعرفون حضراتكم الشارع مفتوح، ممكن أن تنخر عن طريقة الكثير من العصابات ومن الشخصيات التي تريد الإطاحة بالصوت الوطني. شنو كان نتاج هذه الثورة وفائدتها؟ الإحراج اللي حاليا في الحكومة هو من نتاجات ثورة تشرين. كيف؟ كثيرا ما أجريت موضوع التعيينات، موضوع الضغط باتجاه إجراء بعض الإصلاحات في على المستوى الميداني، على المستوى العملي، وإن كانت هي ملحوظة فهذا كان بثورة تشرين العظيمة بشكل دقيق. إيه، وبالمقابل البعض يقول لك طلعوا بها قيادات وساوموا الحكومة على درجات وظيفية وامتيازات خاصة وتعيينات، وزرعوا نفسهم داخل مكتب رئيس وزراء، وهي نتيجتها. حتى كتل نيابية من تشرين ما قدرت تغير شيء من 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 مطالبهم. حكومة المحاصصة دائما لا تعطي المساحة للأحزاب الوطنية ولسمة المعارضة، لأنها ستنفضح داخل المجلس النيابي، ولذلك عمدت إلى المحاصصة وعمدت إلى إبعاد
الصوت المعارض كانت حركة امتداد وحركة والجيل الجديد من أوائل الأحزاب التي تقدمت كحركات ليه ناشئة. ليش تشاركوهم بالمحاصصة؟ ليش قدموا شركاء بحكومة قدموا طلب داخل مجلس النيابي باعتمادهم كأحزاب معارضة للسلطة؟ ليست أحزاب معارضة فقط، بل إنها أحزاب تعمد إلى المعارضة البناءة، بمعنى إصلاح ما يمكن أن يخدم العراقيين وليس الوقوف ضد أي قانون، بالعكس. زين خلينا معارضة، وين صوت المعارضة اليوم من إزاء ما يحصل اليوم من جهة نور زهير، من جهة محمد جوحي، من جهة ما يحصل كثير من الخلافات اللي تصدر الساحة العراقية اليوم؟ لا موقف لا بيان ولا حتى شيء يذكر. حضرتك شخص ذكي ويجب أن تميز في هذه المرحلة بما هو دور المؤسسة التشريعية من حيث الرقابة والتشريع كمجلس نواب، وما بين مهام السلطة التنفيذية، السرقات والقبض على السارقين وتقديمهم إلى القضاء، هذا من مهام السلطة التنفيذية وليس التشريعية سيدي العزيز. ولذلك أنا أقول دائما بأن الحكومات بالضبط التي بس التشريعية جهة رقابية على الجهات التنفيذية. نعم لمواقفهم. نعم السلطة التنفيذية والتي عفوا المحاصصة التي هيمنت على السلطة التنفيذية وأيضا هيمنت على المؤسسة التشريعية والسلطة التشريعية كانت تستخدم الكثير من فواعل الضغط ضد المعارضة، وهذا ما جرى في إحدى الجلسات التي قام بها المخلوع من قبل المحكمة الاتحادية محمد الحلبوسي حينما أدخل العسكر على نواب ممثلين الشعب وقاموا بدفعهم وضربهم، وأيضا هذا يدل بشكل واضح بأن نعم. الأحزاب المحاصصة لا تريد أن تستمع لدور المعارضة. فضلا عن ذلك لم يكن هناك تمكين للمعارضة داخل مجلس النيابة، باعتبار طالما أن حكومة المحاصصة ذهبت إلى الجهة التنفيذية فعليها أن تترك المجلس التشريعي مثل باقي الدول المتقدمة للمعارضة من أجل التصحيح، من أجل أن تتناغم المعارضة مع الحكومة في إنضاج الرؤية الفكرية التي تخدم المواطن. ما يحدث حاليا أستاذ مسعد إذا تسمح لي معالم المصالح الوطنية، ظهور حالات الابتزاز، تفاخم الفساد، وبالتالي كل هذه المصالح جهات فئوية تريد أن تنال من السمعة العراقية، ولكن سيكون للتاريخ موقف بهذا إذا تسمح لي أستاذ عائد. أعود لحضرتك، أكو معلومات بعد متوفرة بخصوص قضية محمد جوحي، يعني أريد أعرف اليوم من جنابك شون تم الإيقاع بمحمد جوحي، شون تم الاكتشاف أنه هو من يدعم الشخص بالأمن الوطني، وبالتالي وصلت المعلومات إلى لحظة إلقاء القبض عليه؟ يعني حقيقة أحد الأخوة النواب يتحدث عن أنه قام باكتشاف السيد أو محمد جوحي المتهم محمد جوحي بطريقة بوليسية وكأنه جيمس بوند وأخذ البطولة، والآن يتحدث من على شاشات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي من أنه يعني القائد أو الشخص المحنك اللي استطاع أن لا. هذه شوف، الأولى تحياتنا لإخواننا في جهاز الأمن الوطني. حقيقة محمد جوحي كان أتحدث بمعلومة كلش مهمة، نعم، إن لم تكن ستة أشهر فلربما أنه أكثر من هذا الموضوع، وهو تحت أنظار جهاز الأمن الوطني والأخ أبو علي البصري، وكانت عملية يعني جمع معلومات دقيقة جدا، ومن ثم تم القبض على محمد جوحي ليس بجهود سين أو صاد من الشخصيات التي أخذت دور البطولة الآن، لا، هنالك رجال ظل يعملون بالظل حقيقة ولهم كل التقدير والاحترام، هؤلاء هم من يحمون الدولة العراقية. والله إذا ثبت التحقيق أنه متورط فليش مو جيمس بوند هذا النائب؟ لا هم أنت ليش تأخذ شو اسمه جهود غيرك؟ ليش صادر جهود غيرك؟ هنالك جهات كانت تعمل بشكل دقيق ومستفيض بهذا الموضوع، عملت لفترات طويلة، أنا كما قلت ست أشهر أو أكثر من ست أشهر. المواضيع المخفية تطمطم، ممكن تطمطم. لا مو تطمطم، هذا الرجل قال واحدة اثنين ثلاثة. لا مو تطمطم، هذا الشغل احنا خلنا نتحدث بقضية دقيقة وبقضية مهنية، دائما ما يكون عمل المؤسسات الأمنية دقيق وسري، زين، يجب أن يخضع للسرية. أما أنه تستحصل على معلومة ومن خلال هذه المعلومة لربما واحدة من الأمور هي رسالة وصلت لي هذا النائب والنواب من هو النائب اللي تقصده؟ جيمس بوند منه؟ هسه معروف، خلنا نعرف جيمس بوند مجلس النواب منه؟ لا معروف الأخ مصطفى سند. معروف يعني هو يتحدث عن هذا الموضوع حقيقة وجاي ياخذ. أما الموضوع الثاني طبعا حقيقة اللي استفزني
انه ان نختزل تشرين وثورة تشرين بمحمد جوحي هذا تجني، هنالك دماء كثيرة سقطت يعني على يعني جميع الساحات، وكان هدفها اصلاح النظام السياسي بدول العراق. ونحن اليوم الان وتصريحات لربما حيدر حنون هي بداية لعصر جديد للعملية السياسية، وأن هنالك لربما رؤية لبناء عملية سياسية خالية من الفساد والفاسدين. نعم يحتاج الموضوع بعض السنين، ويحتاج الموضوع لأدوات، ويحتاج الموضوع أنا يعني تغادر موضوع محمد جوحي حتى ننتقل للموضوع الثاني. لكن أستاذ أحمد تحدث عن بعض الأمور، أنه اشتكت الناس ووصل الأمر إلى رئيس الوزراء وتم معاقبة محمد جوحي وعزله عن العمل أو تجميده لمدة ثلاثة أشهر، تجي بعدها ترشح لي منصب مدير عام وكل هذه الأمور والكثير من الأمور الأخرى والشكاوى واصلة إلى رئيس الوزراء. زين هسه صديقة كان رافع صورته بالتظاهرات، عنده علاقة بيه موقف بس هذا ما يجعلك أنه تعال السلمة جمل بما حمل. لا شوف أستاذ محمد عزيز، بالنسبة لدولة رئيس الوزراء يعني الميزة التي امتاز بها عن غيره من المرشحين لرئاسة الوزراء أنه مهني، ملف يخلو من الفساد، ابن الداخل، غير قارئ المشهد السياسي بشكل دقيق جدا، ونجاحه بهاي الفتره اللي يعني تسلم المنصب يعني يخليه المفروض يفكر انه اعداء كثيرين وما ممكن اعطيه فرصه للمقابل. لا شوف احنا الان اذا نريد نتحدث مثل ما قال استاذ محمد انه هنالك مشكله حصلت لمحمد جوحي مع احد الشخصيات مدير عام كان يكون او غيره، ويعني عندما تصل هذه القضيه الى رئيس الوزراء، ليش تصل الى رئيس الوزراء؟ أكو أجهزة أخرى أمنية، أكو أجهزة رقابية، ليش توصل إلى رئيس الوزراء مباشرة؟ هاي نقطة. النقطة الثانية، حتى إذا وصلت إلى رئيس الوزراء ورئيس الوزراء بكبير، هذه الشخصية المهنية التي تسلمت ملفات وزارات ثمانية وهيئات ومحافظ وقائم مقام، معقولة يخطأ هذا الخطأ؟ معقولة يجازف بكل تاريخه و نضاله بهذه لأجل ماذا؟ لأجل عيون محمد جوحي؟ من يكون محمد؟ والله هذا السؤال الكل، من يكون محمد؟ هذا السؤال. ولكن لربما أن هنالك حصلت فد مشكلة بسيطة جدا على أثرها طيب خاطر المدير العام بأن عقب هذا الرجل، خلاص وهذا الرجل كوفي، هذا أمر طبيعي جدا. أستاذ عايد بعض المعلومات اليوم مسربة بس ما أعرف صحتها من عدمها، تقول لك محمد جوحي باعترافات يقول أنا ما لي علاقة، أنا تجيني التوجيهات وأنا فر. شوف أستاذ محمد، ما سرب أي معلومة من التحقيق الموجود الآن في مؤسساتنا الأمنية الخاصة بالتحقيق مع محمد جوحي، من يتحدث بخلاف هذا الموضوع فهو غير دقيق، لا أقول غير هذا، أقول غير دقيق. وعلينا أن نتوخى الحذر وأن يعني نتحرك بي يعني بدون انفعالية. لماذا؟ لأن الوضع لا يتحمل، يفترض أن نذهب إلى التهدئة، نفترض أن نذهب. هسه اليوم البعض يشوف الموضوع موضوع تطيب خواطر، إذا تطيب خواطر ليش ما طيبون خاطر رئيس هيئة النزاهة اليوم؟ رجال نشوفه طالع من أربيل ويصيح وعصبي ونبرة الضعف والمظلومية ويقول ابتلينا وماكو لا ناصر ولا معي. لا لا بالعكس، كل الشرفاء كل العراقيين الآن يقفون مع هذا الصوت الهادر، فضيلة القاضي حيدر حنون الذي بدأ بكشف ملفات كثيرة جدا لجهات سياسية متورطة في إغراق الدولة العراقية بفساد يعني كبير جدا، وبالتالي هو جزء من منظومة محمد الشيعة السوداني. لماذا لا نثني على محمد الشيعة السوداني باختياره القاضي حيدر حنون؟ فهو حيدر حنون الآن الذي كشف ملفات كثيرة جدا وهو لديه الكثير من الملفات، وكن على ثقة، هذه معلومة لربما نتحدث بها. زين هنالك ملفات يعني تسكم الأنوف الآن تحت أنظار حتى المرجعية لديها علم بضخامة الملفات اللي موجودة اللي قام بنقلها السيد رئيس الوزراء. من اللي قام بنقلها؟ السيد حيدر حنون إلى حتى المرجعية. حتى المرجعية، هذه معلومة أنا وصلت إلي، هكذا وصلت إلي، انه هنالك نحتاج الى دعم، بس عفوا نحتاج الى دعم، نحتاج الى اسناد، مثل ما كان للمرجعيه دائما وابدا وستبقى الدور الابوي عليها اليوم الوقوف مع حيدر حنون وهي تقف. جيد استاذ احمد، قاضي ورئيس هيئه نزاهه واليوم نشوفه بهذا الحال، وفضيله قاضي مثل ما يقول الاستاذ عائد ونشوفه بهذا الوضع، زين السارق شو يصير به؟ المواطن الفقير شو يصير به؟ محمد جوحي شو يصير بيه؟ محمد جوحي شو يصير بيه؟
طبعا موضوع اخر زين. طبعا خليني اعرج على قضيه انه ذكرها الاستاذ عاهد، قضيه انه محمد جوحي تم اعتقاله هاي مو دقيقه. قضيه انه الجهاز الامن الوطني اعتقل محمد جوحي وراقبه هاي مو دقيقه. محمد جوحي هو سلم نفسه. المعلومه اللي عندي ومن مصادر خاصه انه جهاز الامن الوطني ولو احنا نريد احنا نريد نغادر الملف، لكن يعني على عجاله الشخص هو سلم نفسه طبعا. اي معلوماتك دقيقه لو 100%؟ زين، او ممكن اي شخص ينفذها يعني ويفند المعلومات. ويعني القضاء اصدر امر قبض بحقه، لكن كان هناك طلب من مكتب رئيس الوزراء انه يعني مكتب رئيس الوزراء و يعني فد وضع امني، جهاز امني يجي يدخل يعتقل فد شخصيه في مكتب رئيس الوزراء، يعني طيب خاطره ليش ياخذوا بكلبشات، ليش ياخذوا بكلبشات رباعيه؟ فهو يجي واجا وسلم نفسه. والاستاذ الجهات اللي ذكرها سلم نفسه هي مو من ضمنها طبعا، لجهاز اخر سلم نفسه وهو تحت رعايه القضاء. زين، واحنا اليوم 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 احنا ننتظر نتائج تحقيقات والتليفون وايش بي ما بي، اذا هو اجى فبالتالي اكيد مستعد كل استعداداته يرجع مرتب اموره كل شيء يرجع. هو جاب التليفون مفرمت زين، حطه مفرمت من بالامكان استعاده كل المحادثات عباله ما يرجع. لا 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 الاستعاده يعني موجوده، يستعيدون كل الملفات، وجزء من هاي الملفات ما نتحدث به حاليا هو ملف الرساله وملف لمن وصلت ومن الذي اشتكى ومن الذي قال، هاي المعلومه دقيقه. اما قضيه التجسس وقضيه هذا كلها لحد الان هي كلام غير دقيق، يعني لم يصل الى مرحله انه لم يتسرب من القضاء، لم تكن هناك جهه رسميه صرحت بهذا الامر، لكن تبقى هي معلومات فلان عنده صديقه بهذا الجهاز قال له هذا هيك اعترف، يعني فت كلام يعني ما بي لحد الان اي دقه. احنا ننتظر مثل ما قلت لحضرتك الروايه الرسميه، لكن اكد على قضيه انه هو سلم نفسه ما تم اعتقاله. اخذني الهيئه النزاهه شنو اللي جاي. الامر الثاني اخونا ابو استاذ ابو امتداد يعني انزعج من قضيه انه يعني كلمنا حول تشرين. انا اريد اسال يعني اسال حضرتك سؤال، انه يعني امتداد هي تمثل تشرين ولديكم 9 نواب في مجلس النواب، وانتم تقولون نحن صوت المعارضه. هذا صوت المعارضة من بداية الدورة الانتخابية إلى الآن، كم استجواب حققوا؟ كم سؤال برلماني حققوا؟ ما هو الدور الرقابي الذي مارسوه عدا دخولهم بالتكتك وخروجهم بالجكسارة؟ انطين واحد أجاوبك؟ خلي كم؟ والله أجاوبك؟ سؤال سؤال برلماني واحد حققه امتداد. أولاً حينما اتجه الإطار باتجاه ما يسمى بالمقاطعة أو الثلث المعطل، كانت حركة امتداد دؤوبة على استجواب وزير النقل. روح راجع اليوتيوب أو راجع المذكرات لمجلس النيابي، هذا واحد دؤوبة كونك لم تطلع، هذا واحد استجواب لوزير النقل أخي وسلطة الطيران، انتبه على الموضوع. شيء ثاني، منذ أكثر من 9 أشهر قدمنا ما يقارب 7 استجوابات إلى 9 زائد سؤال نيابي، وأيضا بما يتعلق بشركة أمنية وهمية في مطار بغداد، ولغاية الآن تم تغييبها من قبل أدوات المحاصصة من أجل أن لا يعلو صوت المعارضة. روح اسأل الجماعة لماذا لغاية الآن موقفين، خلي أجاوبك، لماذا لغاية الآن موقفين الاستجوابات اللي طلقتها حركة امتداد وقدمتها إلى المجلس النيابي؟ ما السبب؟ حضراتكم ضليعين اخي، ما السبب؟ روح اسال من يهيمن على السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه. لماذا تعطلون اداء المعارضه؟ ليش؟ لين 9 نواب او 5 لا او 2 جيد، نائب واحد صوت في دوره برلمانيه، لو هي لين كثره العدد 3 استجوابات لديه، حينما كان الاطار يتجه باتجاه ما يسمى الثلث المعطل، كنا دؤوبين على ان يكون أعضاء مجلس النواب داخل المجلس. بعدين التكتك اللي تقول طبعاً مو أنت حضرتك تقول إنه إحنا الحلبوسي المقال وأنت حلفاء للحلبوسي. أخي عفواً عذراً حتى يعني يصير تناقض بالكلام. راح تأخذون إذا لا أنت حريص على المال العام، اذهب واسأل من الذي سمح باللصوص الذين يسيطرون على الملافة الحدودية والذين لديهم اللجان الاقتصادية والذين سمحوا
لسرقة القرن وغيرها بأن تتلاشى أموال العراقيين؟ روح اسأل هؤلاء، مو تسأل الثوار. من اللي سمح؟ الذين سحبت عليهم السكاكين والمسدسات داخل المجلس النيابي. أخي العزيز كل منصف في وجهة نظرك. الآن جاوبتك أني، فما أعتقد لديك الإجابة. لا عندي الإجابة. تفضل. أني حضرتك أنت تقول اليوم إحنا كنا جزء من دخول البرلمان في قضية الثلث المعطل، أنت تتناقض نفسك. لأنه أنت يعني قبل قليل، قبل خمس دقائق، عفوا خلي أجيبك، عفوا قبل دقائق وصفت الحلبوسي بوصف، وأنت تعتقد وامتداد يعتقدون أنه ويسوقون أنه ضد الحلبوسي، مع العلم أنتم دخلتوا الجلسة وصوتوا للحلبوسي، والسيد علاء الركابي خرج للإعلام وقال أنا مع محمد الحلبوسي. هسه جاي تحكي عن الحلبوسي يعني قضية؟ لا هو أنا ما أريد أسوي سجال، عفوا هي القضية مو قضية سجال، هي القضية اليوم واضحة عند الشعب العراقي. اليوم إحنا الحركة التشرينية، في كل المحافظات وضعت ثقتها بتسعة نواب في امتداد. ما الذي حققوه لهاي الطبقة الشبابية؟ شنو اللي حققوه له بالتيك توك؟ قل لي شنو اللي حققوه له بالتيك توك؟ أبو التيك توك اليوم نزل من التيك توك وركب جكسارة مثل ما ركب جكسارة. إذا ركب جكسارة أبو التيك توك أنتوا في التجمع، إذا ما ركب جكسارة فأنتوا ما قدمتوا الجمهور. اللي حققوا السلطة التنفيذية التي منعت أن يكون هناك سلم رواتب للموظفين، وبالتالي تعمد إلى أن تكون القطع الأراضي وغيرها من المصالح باتجاه الأحزاب وباتجاه الوزراء وغيرهم. اللي منع خدمة العراقيين هو من لم يفي بما يمكن تقديمه من ملفات الفساد وإرجاع الأموال للعراقيين. أخي إحنا فاسدين، أنتوا الناس اللي مو فاسدين. اليوم شو اللي قدمتوه؟ اسمع عزيزي، هو من وعد بمنح قطع أراضي للناس المعوزين وللفقراء وللمدرسين والمعلمين وطاقم وزارة الصحة وغيره، وأخلف بهذا الكلام. استاذ مصعد عزيزي، استاذ مصعد مبادرة دار الوهمية، يا قضية من قطع الأراضي مبادرة دار الوهمية. خلينا كلام مصعد. حكومة الأغلبية التي دعا لها سماحة السيد مقتدى الصدر، وهو حكومة الأغلبية. نحن نؤمن بحكومة الأغلبية أن تتأسس من طرف أو طرفين أو ثلاثة. كان اعترفتوا وتركتوا. هسه خلينا ما نروح، ما أريد نروح موضوع آخر أستاذ مصعد إذا تسمح لي. لا مو حتى أجاوب الأخ، لأن هو ما هسه من أرجع لك، مو ما أريد نتجاوز على موضوع آخر. نعود الموضوع أستاذ أحمد، شنو اللي جاي يصير يوم القاضي؟ أخي العزيز زعلان مهدد، ما حد يعرف شنو يعني الوضع. يعني الأمر بالأساس هو مع القضاء، و اليوم كلا الطرفين اللي صار الحديث حولهما هما من القضاة والمحترمين جدا في يعني الأوساط القضائية والأوساط الشعبية. لأنه احنا استاذ محمد صراحة عندنا القضاء يعني المرحلة الأخيرة اللي ما ممكن اليوم نتنازل عن وجودها وسمعتها، وهذا موجود بالفعل لدينا. نعم. قضاء شريف ونزيه يعني بنسبة عالية جدا، وهذا واضح. هذا لكن واضح. أريد أعرف نقطة الخلاف اليوم. اليوم, اليوم اليوم نقطة الخلاف اليوم، إذا ما نحتكم اليوم يعني السيد القاضي طلب أنه تكون هناك جلسة في مجلس النواب، ويعني الجميع مع هذا الرأي. اليوم الجميع مع هذا الرأي، اليوم تنكشف يعني تصير هناك مكاشفة، يحضر القاضي السيد جعفر ويحضر ضياء جعفر عفوا والسيد القاضي، وتكون هناك مكاشفة بالملفات اللي عرضها. عن موضوع خطر، يقول لك أكو ملفات حجم خطورتها وصلت هذه الملفات الى حتى المرجعيه. هذا واضح، هذا واضح. ومن يعني من الذي يرغب ان يتستر على قضيه الفساد؟ للكتل السياسيه اليوم لديها الشجاعه ان تظهر وتقول انا اتستر على هذا الملف، ولا الشعب يعني العراقي يرحم من يتستر على الفساد يعني، ولا المرجعيه اليوم راضيه بقضيه التستر على موضوع الفساد. اليوم كل اليوم يعني الكتل السياسيه اليوم الكل اقول كل قوى الاطار، اليوم انا اتحدث عن قوى الاطار، اليوم هي داعمه للسيد رئيس هيئه النزاهه، ويعني ماكو اي يعني سوء فهم او خلل. ربما هناك يعني امر يعني بين القضاة، هذا يعني يحدد القضاء راح يصير هناك احتكام لسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى. الموضوع شخصي منعرف، احنا ما نقول موضوع شخصي. لا يعني اكو ملفات، مو اكو ملفات، لكنه يعني مثلا ملف بال2006 2007 وملف راكد، سيادة القاضي حرك بعض يعني خيوط هذا الملف. كلامه واضح بالمؤتمر، يقول راح العقارات ميسان ويدور وراي. من هذا اللي رايح يدور وراه؟
هسه هو يعني كان يعني السيد القاضي اليوم اقول انه من واجبه اليوم هو رئيس هيئه النزاهه ان يحقق مع من كان كائن من يكون ان يحقق معه، وهو الرجل باستطاعته ان يعرض نفسه للمساءله، اذا كان هناك مساءله على السيد القاضي نفسه هو يعرض نفسه ويقدم نفسه الى القضاء ويقول حقه. الرجل يقول يعني ما عندي قوه، يعني تصور نفوذ سارق اقوى من رئيس هيئه نزاهه. زين القوه يقول تورطت فتحت ملف نور. القوه اليوم هو مثل ما تحدث السيد عاهد، قال انه اليوم الكشف عن هذا الحجم من ملفات الفساد هو يرجع بالفضل لحكومه السودان لانه هو الذي رشحها. اذا مصدر القوه هو اليوم الحكومه، باعتبار دوله رئيس الوزراء اليوم هو داعم لهيئه النزاهه، دوله رئيس الوزراء جزء من الاطار التنسيقي، الاطار التنسيقي اليوم داعم لقرارات الحكومه، داعم لاجراءات الحكومه، وهو جزء من برنامج الحكومي لرئيس زين. الوزراء هو مكافحه الفساد. زين يعني السوداني اليوم ما راح يروح الاربيل ويحكي هيك بالمؤتمر؟ انا ما عندي علم، يعني يعرف بي ما يعرف بي، اذا السوداني محمد جوحي يما يدز رسائل لسعد البزاز ويقول ما ادري بي، يدرب القاضي راح ما اعرف. هذا سؤال ينسأل للسيد السوداني السيد عاهد. استاذ مسعد اعود لحضرتك، انت شنو رايك، شنو تفسيرك، شنو اللي جاي يصير بالعراق من اربيل مؤتمر والرجال يصيح ويقول انا ضعيف وتورطت فتحت ملف، شنو اللي جاي يصير بالعراق؟ طبعا الاخ احمد اولا تجاوز على ما اطلقته المرجعيه الرشيده بكلام قال بالنص مكتب سيد السيستاني دام الله ظل الوارف، الجهات العليا التي بيدها زمام الأمور عليها مسؤولية كبرى في تطهير الأجهزة الأمنية والقضائية من الفاسدين والمفسدين. كيف يقول غير هذا الكلام الأخ أحمد؟ يعني يتجنى حتى على المرجعية بتصريحاتها. هذا واحد. أعود على جواب. لا 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 لا، قبل قليل ادعى بأن هناك حالة من الملائكية بجهة معينة. على كل حال سؤال حضرتك شنو ملائكة؟ لا عذرا بس سؤال حضرتك استاذ العزيز، لماذا جرى المؤتمر الان في اربيل؟ عفوا الجواب هو كالاتي. احنا نسال السيد حنون قاضي محترم، واتمنى ان ياخذ بهيئه النزاهه ويضعها في مصافي الهيئات القويه، وان لا ينال منها ومن شخصيتها ايضا، لان اليوم بصراحه من شفت المؤتمر عرض نفسه وهيئة النزاهة إلى حالة ضعف، وهذا غير مقبول لأنها هيئة مستقلة. هذا واحد. الشيء الثاني، كنا نتأمل بالسيد حنون أن يكون لديه مثل هذه المؤتمرات من غير أن تظهر عليه المحاكاة من جانب آخر، بمعنى أن يكون دؤوب في إظهار كل ملف فساد وكل مؤشر فساد زي. بعد أن ثبت حقيقة ذلك الفساد بمؤتمر وبشكل علني ولكي يرعب الفاسدين. شنو اللي يخليه اليوم يطلب ان يستدعي مجلس النواب يوم السبت؟ لماذا الان؟ انا ايضا اسال مع حضرتك، لماذا الان طاقم الفساد في العراق مؤسسه اصبحت ضخمه، وليس فساد، تسليب الاراده العراقيه الوطنيه في حاله تسليب بسبب المحاصصه وهيمنتها على مؤسسات الدوله، وبالتالي تصدير ما يمكن تصديرها. اليوم الاراضي اللي تحدث عليها السيد حنون هي ما موجوده فقط بالبصره ولا بميسان، هي موجودة في كل محافظات العراق. هناك تجاوز على الأراضي، تجاوز على منازل الأقليات النصارى وغيرها، وحتى اللي ما يراجع في دائرة الطاب وغيره، هذا ما شاهدناه في محافظة النجف الأشرف. نعم. فلا الآن نظهر بأن هناك ملف فساد بسيط هنا، لا لا، طاقم الفساد منتشر ومؤيد من قبل أحزاب المحاصصة ولديه هيمنة ولديه سطوة، بل لذلك لغاية الآن نقول بأن حكومة المحاصصة غير قادرة على أن أستاذ تأتي مسعد بخير للعراقيين. سرقة نور زهير وملف نور زهير سيطيح بالكثير من الشخصيات الكبيرة، تتفق أم لا؟ أنا بصراحة أقول موضوع نور زهير هو موضوع هامشي وبسيط، لأن هناك سرقات أقوى من ملف نور زهير. هناك موازنة ضاعت في عام 2014، هناك هدر للأموال العراقية، هناك هدر لملف الطاقة وموازنات التي وجهت لخدمة العراقيين، هناك الكثير من أشباه نور زهير سواء كانوا حمالين يحملون الأموال إلى الجهات التي تسندهم أو التي تلوح لهم بالسلاح المنفلت، وهناك جهات لا.
ولذلك أقول نور زهير شيء بسيط أمام ما تم سرقته، ولذلك يحاولون أن يسلط الضوء على نور زهير كسرقة بأنها سرقة القرن. لا، هسه ظهر الآن السيد حنون وتكلم عن فساد بملف السكك 18 مليار دولار، يعني عادل 6 مرات مثل سرقة القرن. 6 مرات. زين، موضوع سكك الحديد هو موضوع محلي بهالقد فساد، لعد موضوع طريق التنمية ايش قد راح يصير به فساد. فيا عزيزي، أنا أقول دائما المؤسسات الدولة إذا كانت تعتمد على شخصيات لا تمتهن فكرة بناء الدولة، فبالتالي ستذهب كل هذه الأموال ومصير العراقيين ومستقبلهم إلى الضياع. دائما يتعرض العراقيين إلى الضرب، وهذا ما حدث البارحة وغيره. مطالب العراقيين دائما لن تتحقق أمام إرادة هشة وضعيفة. ولذلك أقول الخطأ وفق وجهة نظري أنا أوجهه للشارع العراقي الذي لا يشارك في الانتخابات بشكل مليوني، مو 3 ملايين و4. نعم. لأن اللي يحكم الآن هم أقلية الأقلية، 27 مليون و400 ألف لهم حق التصويت. جيد. اللي يروحون للانتخابات ما بيهم 5 إلى 6 مليون، لو ظهروا 10 نصفهم يعني 10 مليون بالإمكان سحب البساط من الأحزاب. جيد. التي أعادت العراق وضيعت مشوار العراق وأبعدت عن سكته الحقيقية وضيعت مشوار المستقبل العراقي. إذا تسمح لي أستاذ عائد، أعود اللي حضرتك. وأنه زهر اليوم يعني إحنا إذا نريد نتحدث عن هذا الموضوع، فأعتقد أنه الكثير سبقنا وقال أن نور زهير الآن هو خارج العراق، وأن الجهاز القضائي العراقي بصدد إصدار مذكرة حمراء للأنتربول الدولي، وسوف يأتي نور زهير ومن يقف خلف نور زهير صاغرا. اليوم نحن أمام مختصر مفيد، ولا غير هويته راح نقدر أو أكو إرادة أنه نجيب نور زهير. صحيح. وليش أصلا من البداية اسمح له يطلع خارج العراق؟ زين، احنا ليش نعتقد أنه احنا ما نمتلك الإرادة؟ ليش هاي حالة الدونية اللي تنتابنا؟ من يكون نور زهير ومن يكون سين وصاد الذين يقفون خلف نور زهير؟ نحن اليوم أمام عملية سياسية جديدة، الأمور انفتحت أو لربما انفجرت. التساؤلات يطرحها الشارع العراقي أستاذ عادي، يقول لك اليوم أنت عندك متهم بأكبر سرقة، تجي تطلع كفالة آمنتوا بالله تسمح لي يغادر خارج العراق؟ ليش؟ شوف، اسمح لي أستاذ محمد. أولا الأخ جناب القاضي ضياء جعفر تحدث ودافع عن نفسه وقال أنا أخرجت من السجن لأن أكو هنالك آلية لربما نستطيع من خلالها استرداد الأموال، وهذه التجربة قد مورست في مصر وفي تونس. وتسمح لي غادر خارج العراق؟ طبعا. لماذا؟ لأن عملية اعتقاله راح تبعث برسالة إلى الدولة التي تتواجد فيها أمواله بمصادرته. هكذا تحدث القاضي وهو رجل مسؤول ويعرف ما يتحدث. أما اليوم نتحدث أنه هل القاضي ضياء جعفر هو ضالع في هذه العملية؟ لا يوجد هنالك نبي ولا يوجد هنالك معصوم، كما في الأجهزة الأخرى أناس لربما يعني متهمين بالفساد أو هم فاسدين، كذلك الجهاز القضائي ما يسلم من هذا الموضوع، وأحنا نعرف هذا كل الزيان، موضوع طبيعي جدا. فبالتالي عملية نور زهير، أكو ضمان بأن نور زهير، بالتالي إذا راح نور زهير وراح واختفى شنو اللي استفاد يعني؟ أكو كفلاء موجودين هم ملزمين بأن يأتون بنور زهير والإنتربول الدولي وعلاقات العراق اليوم المتطور من الكفلاء. تعرفون الكفلاء؟ لا، أنا ما أعرف الكفلاء حقيقة، بس أنا أعرف أن هنالك جهة عراقية اليوم تتبنى هذا الموضوع اللي هو مجلس القضاء الأعلى، وأعتقد أن العراق اليوم يتمتع بعلاقات قوية جدا مع دول العالم. الله وكيلك، ما حد يعرف الكفلاء ويروحون يتبخروا. ما عدا خلي عرف الكفلاء سيد محمد، بس العفو، عرف الكفلاء. ليش تتحدث عن الكفلاء؟ العراق اليوم الدولة القوية التي بدأت تستعيد عافيتها شيئا فشيئا، وهنالك شراكات كبيرة اليوم وقعت مع دول المنطقة ودول العالم. فبالتالي هذه الحالة الجديدة التي كانت غير موجودة في السابق ربما تهيئ العراق إلى أن يستقدم نور زهير وغير نور زهير. باقي لي دقيقة واحدة أستاذ أحمد، من الكفلاء برأيك شلون راح ينتهي ملف نور زهير حسب توقعاتك؟ وهل من الممكن أن هذا الملف يوقع كبار الشخصيات في الساحل أو بالساحة السياسية العراقية؟ يعني هو يعني قضية نور زهير يعني بشكل واضح عبر عنها السيد القاضي علي حنون وقال أنه هو مجرد يعني العربة اللي من خلف نور زهير من الشركات من الأسماء. يعني صراحة تعرف حضرتك هذا يعني ملف مختص بالقضاء،
والحكومة هي وعدت عند يعني اكتمال التحقيق واسترجاع الأموال أنه يعني يكشف هذا الملف للرأي العام، والحكومة التزمت بهذا. هذا أمر. الأمر الثاني بخصوص نور زهير، أعتقد أنه اليوم وصلنا إلى مرحلة لدينا يعني انتربول لديه علاقات جدا متميزة وعمل جدا متميز. الانتربول استطاع أن يجيب شخصيات من خارج العراق يعني ما ممكن اعتقالها. رئيس هيئة النزاهة يتحدث عن نفوذ سارق، فعلا يمتلك نور زهير هذا النفوذ يعني اللي يصعب على لا هو ماكو شيء يصعب. يعني اليوم القضاء العراقي بغض النظر عن يعني شوف مرات يعني القضاء العراقي يتعامل مع الملفات يعني بحذر شديد. قضية نور زهير هي يعني أصبحت يعني واضحة اليوم، الكل يعرف بقضية نور زهير، لم تعد يعني فد سرية يعني أمر سري على قضية نور زهير، فالأمر مكشوف كل الناس تعرفه. فالأمر أنه اليوم احنا أملنا بالقضاء، أن القضاء اليوم نعتقد به قضاء عادل. جاوزنا على الوقت بكلمة واحدة، راح نجيب نور زهير. قريت أسأل لأنه ما فهمت الأخ شنو قال بمداخلته. خلينا جاوزنا الوقت وبس جاوبني، راح نجيب نور زهير ونشوف غنانا بالقفص لو لا؟ إن شاء الله أمننا بالقضاء عالي. إن شاء الله نور زهير وأمثال نور زهير وغير نور زهير من الناس الذين تورطوا بدماء العراقيين، داعش وغير داعش، قيادات داعش، جيد. البعث، النقشبندية. أستاذ مسعد إذا تسمح، أنا أريد بس يذكرني ما أعرف شنو قال والله. بثلاثين ثانية أستاذ مسعد عزيزي، نور زهير راح يمثل أمام القضاء أم لا باختصار؟ ما أعتقد. ليش؟ طبعا أحب أذكر بأن حركة امتداد أول الأحزاب والحركات التي قدمت طلب إلى مجلس القضاء الأعلى بمنع نور زهير وجماعته من مغادرة العراق وحجز أموالهم المنقولة وغير منقولة، ولكن بالإعلام وضحت أن هذا الأمر، ولكن تعرف المعارضة ما يعطيهم مساحة بإعراض هذا الشيء. المهم على قناتكم الكريمة الآن أعيد هذا الأمر. ما عندي وقت استعب واحد من نور زهير اللي طلع واللي تحت خبايا، ما أعتقد ممكن، لأن الانتربول ممكن أن يغير نور زهير اسمه، يغير بعد ملامحه بالتجميل وغيره، وبالتالي ما ممكن تجميل، ولذلك هناك أموال كثيرة. بصمت عين، بصمت إيد، قيادي في حزب البعث، صار له قيادي في حزب البعث، صار له 40 سنة مختفي، جابوه. إذا 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 ما إجا الكلام اللي يقولون بأن راح يكون موجود، أنا أقول لك راح يطلع كاذب على الركاب، راح يجيب القيادي في حركة امتداد مسعد الراجحي. أشكرك جزيل الشكر، والباحث في الشأن السياسي عائد الهلالي، شكرا جزيلا لك، والباحث في الشأن السياسي الأستاذ أحمد عدنان، شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدينا، ختام محور حديثنا اليوم بأبرز ما جاء في منصة إكس حول شبكة التجسس وسرقة القرن، نتابع. إذن مشاهدينا، ختاما بموجز يلخص أبرز الأخبار. وزارة الخارجية تدين بشدة التصريحات الصادرة عن حكومة الاحتلال التي تستهدف عرقلة جهود وقف إطلاق النار في غزة.
صندوق استرداد أموال العراق يكشف عن عقارين مسجلين باسم شقيق سكرتير رئيس النظام البائد. جهاز المخابرات يطيح بمروج داعش الإرهابي على مواقع التواصل في مجال تصنيع العبوات. وزير الإعمار والإسكان يعلن إحالة تنفيذ مشروع الطريق الحلقي حول مدينة بغداد. وزارة التخطيط تؤكد أن عملية الترقيم والحصر للدور والمباني والمنشئات ستستمر 60 يوما. مشاهدينا حصاد الليل انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.